السلام عليكم ورحمة الله، مرحب بكم طلابي طلاب الصف الأول الإعدادي، مرحب بكم بدرس جديد من دروس الجبر. وبمعنى صح احنا هناخد أول درس النهارده في وحدة الجبر، إن شاء الله تكون وحدة جميلة ومفيدة ليكم. أنا أستاذ محمود محمد من بني سويف. درسنا النهارده عن الحدود والمقادير الجبرية، درس مهم جدا جدا، والوحدة دي مهمة جدا مش للسنة دي بس، دي هتفضل معاك مستديمة لحد ما تخلص دراستك للرياضيات. فدرس الحدود والمقادير الجبرية هو بوابة الشيء، فلازم تكون فهمه بصورة جيدة. طيب أول حاجة تعالوا نتعرف إيه هو الحد الجبري. الحد الجبري يحاصل ضرب عاملين. طب العاملين دول يا أستاذ عبارة عن إيه؟ عاملين أو أكثر. ممكن العاملين دول عامل جبري يكون رمز ألف ب ج س ص، أي رمز، وعامل عددي اللي هو أي رقم، ممكن أي عدد من أعداد النسبية. يبقى أقول تاني، الحد الجبري بيتكون من عامل عددي اللي هو يبقى رقم، سواء الرقم ده عدد طبيعي أو عدد صحيح أو عدد نسبي، ده اللي أنتوا درستوه، أو يكون عامل جبري اللي هو يكون الرموز. زي مثلا لو اديت هنا امثله، تعال ناخد رقم وناخد رمز. لو قلت رقم زي قلت 2 ورمز اللي هو س، يبقى 2 س ده هو حد جبري. طيب لو قلت 5 ص تربيع، ده برضو حد جبري. تمام، يبقى كل دي حدود جبريه. يبقى تحط عدد مع رمز يبقى يطلع عندنا ايه؟ يطلع عندنا حد جبري. طيب طب لو قلت لك بس رمز زي كاف، ينفع يكون رمز لوحده ويبقى حد جبري؟ لو تكاف بس ده حد جبري. طب ينفع الرقم لوحده كده يبقى حد جبري؟ ايوه تمام. يبقى عند اديتك كام مثال دلوقتي؟ 4 امثله. كاف لوحدها كده ده حد جبري؟ هتقول لي طب فين المعامل بتاعه التاني؟ معامله التاني واحد، يبقى واحد ضرب كاف هيديني كاف. عندنا التلاتة برضو ده حد جبري، وعندي برضو الاتنين سين ده حد جبري، وعندنا الخمسة صاد تربيع برضو حد جبري. يبقى كل دي حدود جبرية. يبقى الحد الجبري نقول تاني هو حاصل ضرب عاملين او اكثر، يعني ممكن يكون اكثر من اثنين. ايوه ممكن اقول ايه؟ س ص ع، 3 س ص، 5 س ص ع، ايا كانت الرموز وايا كانت الارقام، يبقى نحطهم جنب بعض هيبقى ايه؟ يديني ايه؟ حد جبري. طيب يا استاذ انت قلت حاصل ضرب، يبقى معنى ذلك ما بين الاثنين والسين عمليه ضرب. ايوه ما بين الاثنين والسين، يبقى دي اصلها 2 ضرب س، 2 ضرب س ده حد جبري، وبنكتبه 2 س على طول. 5 ص تربيع ده حد جبري، وبنكتبها 5 ص تربيع، وهي اصلها 5 ص تربيع، بس ما بنكتبش عمليه الضرب. طيب نشوف السؤال ده. هنا السؤال الاولاني، هل هو حد جبري ولا مش حد جبري؟ الاولاني ده 2 س، ده 2 مضروبه في س، يبقى حاصل ضرب عاملين او اكتر، يبقى ده حد جبري. خلاص يبقى انا عندي هنا سبب، لان انا عندي عاملين اللي هو الاثنين، وضربتها في مين؟ ضربتها في الس. طيب يلا يا اولاد قولوا لي، هل س زائد 2 حد جبري ام لا؟ يلا الناس اللي متعودين يدرسوا معايا تابعوني، انا باخد اجابتكم. هل س زائد 2 يعتبر حد جبري ام لا؟ يلا يا اولاد. س زائد 2 لا مش حد جبري، ده هناخده بعد كده، ده اسمه مقدار جبري. طيب ليه؟ عشان انا عندي سبب انه مش حد جبري، لان عندي عمليه الجمع. طيب 5 لوحدها هل ده حد جبري؟ حد جبري اللي هو الخمس، والخمسة في واحد
بخمسة، يبقى ده لان انا ضربت الخمسة دي اصلها خمسة ضرب واحد، يبقى انا عندي هنا عاملين اللي هو الخمسة والواحد. طيب س تربيع حد جبري، ايوه ده حد جبري، جزء واحد اهو قدامنا. طيب هو س تربيع ايه عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد في س ضرب س، س والس يعني عندي كده ايه س تربيع يعني اللي هي س ضرب س، يبقى ده برضو حد جبري. طب 3 س تربيع نفس الشيء حد جبري، الصفر حد جبري. طيب س تربيع زائد 7 حد جبري، يلا يا سلمى ده حد جبري؟ لا مش حد جبري، احسن يبقى هنا ده ليس حد جبري. طيب تعال نرجع بقى لاول واحده 2 س، انا قلت لك الحد الجبري بيتكون من عامل عددي وعامل جبري. هنا العامل العددي هو ايه؟ ايه العامل العددي؟ العامل العددي واضحة جدا اللي هي الاتنين. طب والعامل الجبري اللي هو السين، يبقى اتنين سين ده هو الايه؟ الحد الجبري. طب ده احنا قلنا ده مش حد جبري اصلا فخلاص هنسيبه. طيب الخمسة العامل العددي اللي هو ايه؟ اللي هو الخمسة. طب والجبري؟ لا مفيش عامل جبري معايا هنا في دي. س تربيع العامل العددي يا استاذ مفيش رقم هنا، معنى ان مفيش رقم يبقى اعرف ان هو واحد، معنى ان مفيش رقم اللي هو واحد. انت بتروح للبقاله وتروح للماركت تقول له انا عايز قلم، ما بنقولش عايز واحد قلم، انا اقول قلم، يبقى لما قلت الواحد احنا بنستدل عليه من الشيء، لكن ما بنكتبوش وما بنطبقوش ومش بنتجاهله، لا يكتب ولا ينطق ولا يتم تجاهله. يبقى هنا العامل العادي هو السين. طب والجبري؟ هو السين اس 2 عامل عددي. طيب هنا في دي العامل العددي هو ايه؟ هو 3. طيب والجبري؟ هو سين تربيع برضو. طيب الصفر العامل العددي ايه؟ الصفر عدم العددي هو الصفر نفسه. طيب والجبري؟ لا ده انا ما عنديش رموز، ما فيش عامل جبري. والاخيره طبعا هي اساسا مش حد جبري عشان نجيب عامل عددي وعامل جبري. طيب يا استاذ في اسم تاني للعامل العددي، احنا ليه بنسميه حاجه تاني؟ بنسميه معامل. يبقى العامل العددي بسميه، ممكن اسميه معامل. طب والعامل الجبري بسميه متغير. يبقى العامل العددي اسميه ايه؟ اسميه معامل، والعامل الجبري اسميه متغير. تمام يا اولاد؟ يبقى تعالى نشوف كده الناس اللي بتجاوب معانا. سلمى ومينا، مينا بتابع معانا من وقت يعني من اديله فتره بيدخل معايا ويجاوب. تمام. واحد كاتب ان الخمسه مش حد جبري، لا الخمسه حد جبري، اي عدد هو حد جبري بس من الدرجه الصفريه. يبقى الخمسه هي حد جبري من الدرجه الصفريه، والصفر برضو حد جبري من الدرجه الصفريه. تمام. طيب يبقى الخمسه دي اصلا ممكن احط جنبها س اس صفر، وخمسه س اس صفر هي خمسه، بس هنا س اس صفر يعني بواحد، اي حاجه اس صفر بواحد. يبقى اقول تاني اي رقم هو عد جبري لكن درجته من الدرجه الصفريه. تعال نشوف مسائل اكتر. انا لسه بقول درجته، هي ايه الدرجه دي؟ الدرجة هي مجموع أسس العوامل الجبرية. أنا عندي العوامل الجبرية أسسها ليها كم أس، بشوف ليها كم أس وهي بقى مجموعهم، يبقى ده الدرجة أو عدد العوامل. يعني أول مثال هنا قلت لك 2 س، هنا الس دي أسها كام؟ الاثنين دي أسها واحد، يبقى من الدرجة الأولى، يبقى من الدرجة الإيه؟ الأولى. طيب الحد التاني سالب خمسة سين ص،
انا عندي السين هنا اس واحد والصاد دي برضو اس ايه؟ اس واحد. يبقى هجمع الواحد والواحد يدينا اتنين، يبقى من الدرجة التانية. يبقى عندي سالب خمسة سين صاد طلع من الدرجة التانية. طب تعالى نشوف هنا الجدول ده، خمسة سين وده معامله كام؟ ده المعامل بتاعه اللي هو الرقم اللي قدامه اللي احنا قلنا عليه عامل عددي قبل كده في في الشريحة اللي فاتت، اللي هو الايه؟ الخمس. طيب ودرجته هو الدرجة الاولى، يبقى هو معامله خمسة وهو من الدرجة الاولى. ليه من الدرجة الاولى يا استاذ؟ لان السين دي اس واحد، يبقى هي من الدرجة الاولى. طيب تعال نكمل تاني سؤال. بنقول عندنا هنا 2 س ص، 2 س ص. طب 2 س ص يا اولادنا هنا المعامل بتاعها كام؟ يلا بقى الناس تشارك معايا، المعامل بتاعنا هنا كام؟ 2 س ص معاملنا هو الاثنين. طيب والدرجه، تعالى نجمع درجه الاسس اللي عندي. انا عندي 2 وعندي 1، عندي 2 و1، يبقى 2 زائد 1 3، يبقى هنا من الدرجة التالتة. ده اللي هي بتكلم على دي، يبقى دي 4 ومن الدرجة التالتة. احنا ما كتبناش دي، دي من الدرجة التانية. ليه من الدرجة التانية؟ لان هنا عندي 1 و1 يبقى 2. طب لكن دي 2 وده 1 يبقى 3. طيب سالب 2 س تربيع ص تربيع تكعيب، يبقى سالب 2 س تربيع ص تكعيب. يبقى هنا تعال نشوف المعامل هنا كام. المعامل، يلا يا شباب يلا مينا، المعامل بتاع سالب 2 س تربيع، يبقى سالب 2 س تربيع يبقى معامله سالب 2. طيب الدرجة بتاعته من الدرجة كام؟ انا افكره كده، هعمل ايه؟ هعمل ايه عشان اجيب درجة الحد؟ سالب 2 س تربيع ص تكعيب، هو اللي مسمي نفسه زد كاتب سالب 2 صح. يلا بقى قول لي دلوقتي درجة الحد ده كام؟ درجة الحد من الدرجة كام؟ هل من الدرجة الأولى؟ درجة التانية؟ أحسنت، الخمسة. واحد كاتب الدرجة التانية، لأ ركز شوية، اللي كتب خمسة صح. ليه خمسة؟ لأن أنا عندي هنا 2 هجمع معاها التلاتة دي، 2 زائد 3 يديني كام؟ يديني 5، يبقى هنا من الدرجة الخامسة. زميلنا اللي من شوية اللي كان بيقول إن التلاتة مش حد جبري، تعال نقول له لأ دلوقتي التلاتة ده حد جبري، معامله كام؟ معامله تلاتة. طيب درجته كام؟ يلا يا شباب مين يقول لي التلاتة درجتها كام؟ ها التلاتة درجتها كام؟ هل واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا صفر ولا ايه؟ يلا مينا وسلمى مشاركين معايا، في كذا حد وفي حد مش كاتب اسمه، كلكم ما شاء الله عليكم ممتازين. وفي ناس عارف ان في ناس كتير مشاركين بس ما بيكتبوش الاجابات. الصفريه، احسنت. لا يا مينا مش واحد، مش من الدرجه الاولى، لا دي من الدرجه الصفريه. ليه من الدرجه الصفريه يا استاذ؟ لان ما عنديش اساسا حد جبري، ما عنديش معامل جبري، ما عنديش عامل جبري اللي هو السين، يبقى ما عنديش سين، ما عنديش رمز. يبقى هنا السين عندي اس صفر، او الرمز اللي عندي اس صفر، يبقى من الدرجه الصفريه. طيب معامل الحد الجبري س، لو قلت لك س بس كده معاملها ايه؟ ده معاملها واحد، معاملها ايه؟ واحد. يا استاذ ده ما فيش جنبها ارقام، قلت لك من دقيقه لما بتروح تشتري قلم ما بتقولوش انا عايز واحد قلم، بتقول انا عايز قلم. لما تروح تشتري اي حاجه ما بتقولش واحد كذا، لا احنا بقى احنا بنستدل عليه. يبقى سين
معاملها الواحد، وزي ما قلت لك وهقول تاني، الواحد لا يكتب ولا يقرأ ولا يتم تجاهله، ما بتجاهلوش هالناس زي ما هو. طيب ودرجته، انا هنا عندي قلت لك هي اسس العوامل الجبريه او عدد عوامل الحد الجبري، عوامل الجبريه الحدود الجبري، العوامل الجبريه للحد الجبري. طب انا عندي كام رمز هنا؟ ده انا عندي رمز واحد، يبقى هي ايه؟ درجه الاولى، او الاس بتاعه يا استاذ هنا اس واحد، يبقى هو من الدرجه الاولى. طيب معامل الحد الجبري 5 اس 2، معامل الحد الجبري 5 اس 2 كام بقى؟ معامل الحد الجبري يا شباب، ها 5 اس 2 معاملها كام؟ ها هل هي 5 ولا هي ال 5 اس 2 كلها؟ ها يبقى فعلا هو الرقم 5 اس 2 اللي هو 5 اس 2 يعني 5 في 5، يعني المعامل بتاعه 25. طب يا استاذ ده ما فيش اس عندي، ينفع اقول من الدرجه الثانيه؟ لا ما ينفعش نقول من الدرجه الثانيه. امال دي من اي درجه؟ دي من الدرجه الصفريه برضو. ليه؟ عشان مش عندي هنا حدود، ما عنديش رموز، ده انا عندي بس رقم. يبقى هنا طلعت الدرجه الصفريه. يبقى تعال نشوف بقى السؤال الجاي، اي عدد يعتبر حد جبري؟ تبقى دي نقول بقى كده ليه للشباب الحلوين اللي كانوا مش فاهمين النقطه دي، اي عدد، اي عدد حد جبري من الدرجه الايه؟ من الدرجه الصفريه. يبقى اي عدد يا استاذ هو حد جبري من الدرجه الايه؟ الصفريه، وبنسميه الحد الايه؟ بنسميه الحد المطلق، نسميه الحد الايه؟ المطلق. يبقى عندي لما يكون رقم بس كده ده حد، صفر حد برضو، اتنين حد، وبسميه الحد الايه؟ المطلق، او الحد الخالي، نسميه الحد المطلق او الحد الايه؟ الخالي. تعال نشوف حاجة تانية جديدة معانا النهاردة، بنتكلم هنا بقى مراجعة كده سريعا على المفهوم اللي احنا خدناه اللي هو درجة الحد. احنا بناخد مفهوم، بناخد عليه تمرين، وبعد كده بنرجع نلم الموضوع تاني ونقول المفهوم تاني. يبقى هو مجموع اسس الرموز المكونة للحد وليست اسس الارقام، ماليش دعوة بالارقام، اللي هي دعوة بالرموز. يبقى اسس الرموز، فمثلا 3 س حد جبري من الدرجة الأولى. ليه؟ لأن الرمز س أسه واحد، الأس بتاع الرمز س هو كام؟ هو الواحد. أو ممكن نقول إن عدد عوامله الجبرية هو عندي عامل جبري واحد اللي هو س. 5 س تربيع ده من الدرجة الثانية، لأن أس الس هو 2، أو أقدر أقول إن س أس 2 دي أو س تربيع هي س ضرب س، يبقى عندي كده برضه عامل إيه؟ جبري. طب سالب س تربيع ص، ده حد جبري برضه يا أستاذ. من أي درجة؟ ده من الدرجة الثالثة. ليه؟ لأن مجموع الأسس، هنجمع الأسس 2 و1 3. أتمنى إن أنتوا كده فهمتوا كويس يعني إيه حد جبري، ويعني إيه معامل، ويعني إيه درجة. ماشي؟ ما شاء الله عليكم كلكم بتجاوبوا معايا في الشات أهو، وبشوف إجاباتكم ممتازة. طيب تعالوا بقى كده نكمل موضوعنا ونتكلم على المقدار. هو المقدار الجبري ده بيتكون من إيه؟ المقدار الجبري بيتكون من حد جبري أو أكتر. يبقى لو عندي حد أو أكتر ده بسميه مقدار، زي اللي خدناه في المثال الاولاني لما بقول لك مين فيهم حد ومش حد، قلت لك س زائد الاثنين، س زائد اثنين ده مقدار. فهنا تعالى نشوف 3 س زائد 5 ده هنا بيتكون من حدين، الحد الاولاني اللي هو 3 س، والحد الثاني اللي هو الخمسه، وبينهم علامه زائد، يبقى ده مقدار جبري مكون من حدين، او بسميه مقدار ذو حدين. طب المقدار اللي بعده في كم حد؟ كاتبين لكم بثلاث حدود. ليه؟ تعالى نعد كده، ادي واحد
ادي 2 ودي 3، يبقى 3 حدود ومقدار ثلاثي. هنا ده 4، 1 2 3 4. طيب 4 س ده مقدار، هو حد جبري، بس اقدر اقول عليه برضو مقدار مكون من حد واحد، مقدار مكون من حد واحد. طيب تعال نشوف بقى يعني ايه درجة المقدار. درجة المقدار هي اعلى درجة حد مكون له. يعني هنا يا استاذ بجيب درجة الحدود كلها وبعد كده بشوف اكبر واحدة فيهم واخدهم. يعني هنا ده من الدرجة الاولى وده من الدرجة الصفرية، يبقى الحد كله من الدرجة الايه؟ من الدرجة الاولى. طيب تعال نشوف التاني، ده من الدرجة التانية وده من الدرجة الاولى وده من الدرجة الصفرية، يبقى مين اكبر حاجة في دول؟ اللي هو التاني، يبقى هياخد الدرجة التانية. طيب هنا ده الف وب، يعني من الدرجة التانية، يعني واحد واحد اتنين. طب هنا ده الف تربيع ب، يعني من الدرجة التالتة. ليه يا استاذ من الدرجة التالتة؟ لان انا عندي 2 و1 3. طب ب تربيع، لا ده من الدرجة التانية. يبقى ايه اكبر حاجة هنا؟ ده من الدرجة التالتة، لان اكبر حاجة ده عندي في الدرجات التلاتة. تعالوا بقى تشاركوا معايا في السؤال الجاي ده. اول سؤال بطرحه هنا، ايه اللي انت شايفه قدامك؟ ايه ده؟ ايه دول؟ عبارة عن ايه دول؟ ها تقدروا تقولوا لي ايه اللي شايفينه قدامكم على السبورة هنا على البورد؟ ها ايه رأيكم؟ ايه يا شباب؟ ايه دول؟ ايه عبارة عن ايه دول؟ دول حدود جبرية. 2 س ده حد جبري، 5 س تربيع ده حد جبري، و10 ده حد جبري. طيب المقدار لو جمعت الحدود دي جنب بعض وحطيت بينهم زائد او ناقص هيديني ايه؟ هيديني مقدار جبري. يبقى اللي انتوا شايفينه ده ايه؟ ده مقدار جبري. طب ليه يا استاذ ده مقدار جبري؟ جبري عشان بيتكون من حدين او اكتر، تمام. طب لو حد واحد برضه هيبقى نقدر نقول على المقدار. طيب يبقى هنا عرفنا ان ده مقدار زين، كاتب حدود جبريه تمام مظبوط، ومين قال ده برضه حد جبري؟ يبقى هنا دول كده مع بعض لما قعدنا حطينا جنبهم زائد اصبحوا مقدار جبري. طيب المقدار الجبري ده عايزين نحدد الاول درجة كل حد من حدود المقدار. يعني 2 س دي من الدرجة الكام؟ دي من الدرجة الاولى. طيب 5 س تربيع من الدرجة الكام؟ دي من الدرجة التانية. طيب 10 دي من الدرجة كام؟ دي من الدرجة الصفرية. هنا لحد الاخير من الدرجة التالتة، لان هنا 1 و2 يديني 3، يبقى من الدرجة التالتة. طيب تعال نشوف العرض كاتب لنا ايه، نضغط كده ونشوف العرض كاتب لي ايه. قال لك المقدار الجبري السابق من الدرجة التالتة. طب اشمعنى ليه من الدرجة التالتة؟ ليه قلت من الدرجة التالتة؟ ها ايه رأيكم؟ ليه من الدرجة التالتة يا شباب؟ ليه ما قلتش من الدرجة الأولى زي الاتنين سين؟ وليه ما قلتش من الدرجة التانية زي الخمسة سين؟ ليه ما قلتش من الدرجة الصفرية زي العشرة؟ وقلت ان الدرجة التالتة. ها ليه؟ ايه السبب؟ هل انا بختار اي حاجة كده وخلاص عشان اقول ان هو دي الدرجة؟ لا مش اي حاجة وخلاص. يبقى احنا قلنا هنا بسألك سؤال، لماذا تم اختيار هذه الاجابة؟ ليه من الدرجة التالتة؟ ها فكروا، انا قلناها من شوية، قلنا الاجابة من شوية، ليه ده من الدرجة التالتة؟ ها صح، زين قال ان احنا بنجمع الاسس، يعني قربت من الاجابه يا زين. ما احنا بس انا هنا لو جمعت كل الاسس يبقى 1 و2 3 و3 و3 6. لا مش عشان انا بجمع الاسس. المقدار الجبري ليه من الدرجه الثالثه؟ انا عايز الاجابه تطلع منكم عشان بناخد اكبر اس او درجه. احسنت يا مينا. مينا قال ان عشان احنا بناخد اكبر اس،
تعال نشوف الكمبيوتر قال ايه. قال درجة المقدار الجبري هي أعلى درجة للحدود المكونة له. يبقى أكبر درجة في الحاجات اللي قدامي دي هي الدرجة التالتة، يبقى درجة المقدار هي درجة أكبر حد في الحدود المكونة له. تعال نحل السؤال ده هنا، حلله كمان أجزاء منه. قلنا أربع حدود وده نسميه مقدار رباعي. ليه؟ عشان أربع حدود ومن الدرجة الخامسة، عشان عندي هنا أس خمسة. طيب تلاتة س ناقص واحد ده مكون من كام حد؟ مكون من حدين. طيب هنا من الدرجة الكام؟ من الدرجة، هل من الدرجة التالتة ولا من الأولى التانية ولا الصفرية؟ واحنا قلنا يا أستاذ عشان نعرف نجيبه بجيب درجات الحدود. درجة الحد الأولاني هي الدرجة الأولى، ودي كده من الدرجة الأولى، ودرجة الحد التاني من الدرجة الصفرية. يبقى المقدار كله على بعضه وأنا بختار الأكبر، مين الأكبر؟ اللي هو ده، يبقى ده من الدرجة الأولى، يبقى من الدرجة الإيه؟ الأولى. طب تعالى نشوف التاني، ده س تكعيب ناقص 27، يبقى ده كون من كام حد؟ يبقى من حدين. يبقى نفس الشيء، مقدار مكون مقدار ذو حدين، يبقى نفس الإجابة دي هنكتبها هنا، مقدار ذو حدين. طيب من الدرجة الكام؟ يلا يا ولاد فكروا كده معايا، ده من الدرجة الكام؟ ها إيه رأيكم؟ أنا عايز أشوف إجاباتكم، كله بدأ يجاوب دلوقتي، قال لي على درجة أس. تمام مظبوط ممتاز، كلكم شاطرين. دي من الدرجة كام بقى يا ولاد؟ هل من الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ هاخد بقى أول إجابة بس. أحسنت يا زين، أحسنت يا سلمى، ده من الدرجة الثالثة. يا جهز الإجابة الدرجة بتاعت السؤال اللي بعده واكتبوها. سالب 2 أ تربيع زائد 6 أ زائد 5 ده من الدرجة الكام؟ وهو مقدار مكون من كام حد؟ هل هو حد واحد؟ لا مش حد واحد، ده مكون من ثلاثة حدود، فده بسميه مقدار ثلاثي. طيب درجة الحد الجبري ده من أي درجة؟ آخر واحدة، يلا نشوف بقى آخر مقدار عندنا من درجة كام؟ هل من الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ طب عشان أسهل عليكم، ها زين كاتب التانية ما شاء الله، زين أول واحد بيجاوب، أحسنت يا زين. هنا ده من الدرجة التانية، الحد الجبري ده من الدرجة التانية، ده من الدرجة الأولى، وده من الدرجة الصفرية، يبقى أكبر حاجة هي الدرجة عندي هي الدرجة الثانية. أنتوا ممكن تجي تكتبوا إجابات الأسئلة اللي مطروحة قدامكم وتكتبوها في الشات عشان بتأخر شوية عقبال ما توصل، وانا برضو هقراها وانا بحل معاكم. هنا رتب المقدار الجبري الاتي حسب قوة س. يعني ايه حسب قوة س التنازلية؟ يعني هبدأ من اكبر اس عندي. طب مين اكبر اس عندي هنا؟ اكبر اس عندي في السينات هو س اس 3، يبقى ده اول حاجة هبدأ بيها، يبقى 2 س تكعيب، يبقى اول حد عندي هنا هبدأ بيه هو 2 س تكعيب. طيب ايه اللي بعده؟ ايه اللي بعد التكعيب؟ يبقى كده خلاص خدناه لا غناه. ايه تاني؟ ايه دلوقتي اكبر حاجه موجوده عندي؟ السين اس 2، بقول ناقص سين اس 2. ليه قلنا ناقص؟ لان السالب دي اشارتها بتمشي معاها في اي حته، جبناها الاول جبناها في الاخر جبناها في النص، هي اشارتها سالبه، يبقى لذلك دي كده. طب ليه اخترت دي؟ لان احنا قلنا تنازلي، ترتيب تنازلي، يبقى 3 2 1. طب هي فين الواحد؟ اللي هي فين اللي هي الحد اللي اس 1؟ اللي هي الخمسة س. طب الخمسة س دي اشارتها ايه؟ اشارتها موجبة. ليه؟ عشان مش كاتبها. طب ليه مش كاتبينها يا استاذ في اللي هي الخمسة س ما كتبناش اشارتها؟ لان لما الحد بكتبه في الاول ما بكتبش الموجب، يبقى دي الخمسة س كتبناها
خلاص كتبنا الخمسة سي. آخر حاجة باقية معايا اللي هي ناقص أربعة، ناقص أربعة يبقى اتنين س تكعيب ناقص س تربيع زائد خمسة س ناقص أربعة، كده رتبناه تنازلي. طب لو قلت لك تصاعدي هتعكس بقى، يبقى سالب أربعة خمسة موجب خمسة س سالب س تربيع، وفي الآخر آخر حاجة خالص اللي هو الإيه ال اتنين س تكعيب. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نشوف الايه السؤال اللي بعده. انا قلت لكم حاولوا ان انتوا تجاوبوا وتبعتوا الاجابات في الشات عشان الكومنت بيجي متاخر شويه. مربع طول ضلعه س، مربع طول ضلعه س وحيته بكام؟ لو عندي رسمت كده مربع صغنن كده بايظ شويه نمسحه عشان ما عنديش ادوات هنا كويسه في الباوربوينت، عشان المهم عندي مربع، مربع ده طول ضلعه س، مربع طول ضلعه س، يبقى عندي دي مربع، حاول نرسم مربع منتظم طول ضلعه س. احنا عارفين ان المربع من اضلاعه متساوي، يبقى ده س يبقى ده س يبقى ده س برضه يبقى ده س. طيب يبقى محيطه كام يا استاذ؟ محيطه مجموع اطوال اضلاعه هي س زائد س زائد س زائد س، او محيطه بيساوي 4 في طول الضلع يبقى 4 س، محيطه مربع هيساوي 4 ايه؟ 4 س. طيب عندي هنا قطعه مستقيمه اللي هي ا ب، قطعه مستقيمه ا ب ده طولها ايه؟ ها الناس كاتبين، جان كاتب 4 س، احسنت يا جان، ونينا نفس الكلام. يلا يا شباب انا عايز بقى طول القطعه المستقيمه ا ب اللي هي مرسومه هنا، قطعه مستقيمه ا ب هنا طولها ايه؟ طولها س زائد 5، يبقى طول القطعه المستقيمه دي س زائد 5. طب اسالكم سؤال بقى كده سريعا، هو محيط المربع عبر لي عن حد ولا عن مقدار؟ ايوه عبرني عن حد. طيب وطول القطعة المستقيمة هل تعبر عن حد ولا عن مقدار؟ أيوة تعبر عن مقدار. طيب تعال نشوف هنا، شوف المستطيل اللي انت شايفينه قدامكم ده ليه أبعاد طول وعرض. أنا ممكن أقول أبعاد بس وممكن أقول طول وعرض. أبعاده إيه؟ إيه طوله وإيه عرضه؟ أبعاده هنا عندي إيه؟ العرض ص والطول س زائد 2، هكتب هنا س زائد 2 عشان ما عنديش مساحه اكتب هناك، يبقى س زائد 2 ده الطول، والعرض عندي اللي هو الايه؟ الص. طيب محيطه بيساوي ايه؟ محيطه يا استاذ احنا قلنا مجموع اطوال اضلاع، يبقى ده بس برضه وده ب 2 وده بص، يبقى ده برضه بص. يبقى تعالى كده نجمع، انا عندي ص وص يبقى كام ص كده؟ عندي 2 ص، وعندي ايه تاني؟ عندي س فوق وس تحت يبقى 2 س، يبقى زائد 2 س، وعندي ايه تاني؟ وعندي 2 و2 يبقى 2 زائد 2 يديني 4. يبقى محيط الشكل او محيط المستطيل ده، محيط قلنا مجموعة اطوال اضلاعه، هنجمع كل شيء، عندي ص وص يبقى 2 ص، عندي س وس يبقى 2 س، عندي 2 و2 يبقى عندي 4. طب يا استاذ المساحه، المساحه هجيبها ازاي؟ مساحه هنا يا اولادنا هاجي هضرب عشان اجيب مساحه، انا عندي شكل ده مستطيلين، عندي الجزء ده اللي انا ظللته فيه دلوقتي والجزء الثاني اللي هو صغير. طب مساحه الجزء ده احنا قلنا مساحه المستطيل الطول في العرض، يبقى هضرب الطول اللي هو س في العرض اللي هو ص، يبقى س ص. المساحه بتاعتنا هنا قلنا طلعت س ص. طيب طب بالنسبه للجزء الثاني مساحته هيساوي 2 في ص، واحنا قلنا ما بنكتبش علامه الضرب بنكتب 2 ص مباشره، يبقى علامه الضرب في الحدود الجبريه ما بنكتبهاش، اوتوماتيك تعرف ان ايه؟ ان هي موجوده.
يبقى كده طلعت المساحة س ص وطلعت س ص زائد 2 ص. أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا الدرس معايا النهاردة. نقول تاني كده سريعا إيه اللي اتعلمنا النهاردة. النهاردة اتعلمنا وعرفنا إيه هو الحد الجبري وإيه هو المقدار الجبري، وعرفنا إزاي أجيب المعامل، وعرفنا نجيب المعامل للحد الجبري والمعامل لل ودرجة الحد الجبري، وعرفنا برضو إزاي نجيب درجة الحد الجبري، وقدرنا برضو ان احنا نتعرف ازاي نحسب درجة المقدار. وناس كانت عندها مفاهيم غلط والحمد لله صححناها، وعرفنا ان العدد هو حد جبري، لكن حد جبري درجته صفرية وبنسميه الحد المطلق. تمام يا شباب، اتمنى ان انتوا فهمتوا. وبالنسبة لولادنا اللي دخلوا متأخرين او اللي ملحقوش يسمعوا الحصة، يقدر انهم يسمعوها تاني على قناة المنصة على اليوتيوب. اتمنى لكم يوم سعيد، وشكرا لكم للاستماع والمشاركة. اشكر كل الطلاب اللي شاركوا معايا، عبد الرحمن وسلمى ومينا، ومش عايز انسى حد، كلكم في ناس كتير شاركوا معايا وجاوبوا اجابات صحيحة زي زين، واكتر من طالب معانا النهاردة شاركوا. شكرا لكم اعزائي الطلاب، كنت مع النهاردة في حصة الرياضيات مع أستاذ محمود محمد ودرس الحدود الجبرية.